الرئيس العام يعلن تحول هيئة دوري المحترفين إلى رابطة واتحاد الكرة. يقر تقليص المحترفين الأجانب إلى 3. ريكارد يؤكد أن من حق مدرب أستراليا أن يقول ما يشاء. والأخضر الأولمبي يخسر موقعة قطر. النصر يرد على تصريحات مدربه ويؤكد عدم منعه من التأشيرة والانضباط. تغرم نور وعبد رب. قائمة جديدة للتاريخ والإحصاء تضع الدوري السعودي الرابع عربيا. والنويسر يعلق على آخر قرارات اتحاد الكرة. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كرة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش في أحداث الكرة السعودية. نبدأ كما اعتدتم بأخبار الشوط. أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تمرين مسائي فقط، بدأ عند الساعة 7 مساء بتوقيت ملبورن على ملعب ليكسايد. طبق فيه المدرب بعض الجمل الفنية والتكتيكية. ومن ناحيته أشاد المدرب ريكارد بحسن السير المعسكر وبالتجهيزات المعدة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وذكر بأن لاعبي المنتخب بعد اللقاءين الوديين سيكونون أكثر انسجام وجاهزية لملاقاة المنتخب الأسترالي دون النظر إلى مشاركتهم بالمنتخب المحلي أو بالمنتخب الأساسي أو أي اعتبارات أخرى. وأبدى سعادته بالروح والمعنويات العالية التي يتمتع بها اللاعبين في المعسكر، وأثنى على الأداء أمام نيوزيلندا، وذكر بأن هذه المباراة حققت الهدف المنشود من خلال خلق التجانس بين لاعبي المنتخب. وتطرق المدرب ريكارد إلى ما ذكره مدرب المنتخب الأسترالي هولجر أوسيك بأن المعسكرات الطويلة لا تحقق الفوز، وقال من حقه كمدرب أن يقول ما يشاء وأنا أحترم رأيه، ولكن من حقنا أن نعمل ما نراه مناسبا للمنتخب الوطني السعودي، وسوف نستغل المباراة القادمة مع المنتخب النيوزيلندي باء لإشراك لاعبي الاتفاق الذين حضروا قبل أيام قليلة لخلق التجانس والانسجام مع لاعبي المنتخب. وعن تأخر وصول ياسر القحطاني على الانضمام للمنتخب قال إنه يحترم قرار مدرب نادي العين الإماراتي، وأنه كان يتمنى أن يكون ياسر متواجدا معنا منذ بداية المعسكر. ردت إدارة نادي النصر على التصريحات التي أطلقها مدرب الفريق الأولمبي الفرنسي ألان غويدو لبعض القنوات الفضائية عن وجود مستحقات مالية له على النادي وعدم تمكنه من الحصول على تأشيرة للمغادرة، وأكدت أنها لم ترفض منحه التأشيرة المطلوبة بل إنه قد تم استخراجها له سلفا وبإمكانه مراجعة النادي واستلامها متى ما شاء. وأشارت الإدارة النصراوية أن للمدرب الحرية في استلام المبلغ الذي طلبه سابقا وتوقيع المخالصة أو المغادرة والمطالبة بما يراه ويعتقده. وأوضحت أنه منذ شهرين طلب المدرب إنهاء خدماته ووافقت الإدارة على ذلك وقدم للنادي ملف يوضح فيه أن مستحقاته المالية مقدارها 241,000 ريال، وبعد مطابقتها مع مستحقاته المدونة بعقده اتضح أن هناك زيادة في المبلغ عن مستحقاته الفعلية ب 46,000 ريال. وبسؤاله عن ذلك بيّن أن هناك اتفاق شفوي له مع إدارة الفريق السابقة بصرف هذا المبلغ له كتذاكر. وأشارت الإدارة إلى أنه رغبة من النادي في إنهاء وضع المدرب بصورة ودية، فقد وجه المشرف العام على كرة القدم الأمير الوليد بن بدر بصرف المبلغ الذي تقدم بطلبه بالكامل بما فيه مبلغ 46,000 ريال الغير مثبت رسميا كمستحق له على النادي، علاوة على أن النادي تجاوز عن الشرط الجزائي كونه هو الذي طلب إنهاء عقده، وتم بالفعل تحرير شيك المبلغ الذي قدمه المدرب بالكامل والبالغ 241,000 ريال. وعند حضوره للنادي لاستلامه تراجع وطالب بمبالغ أخرى غير مثبتة رفضها النادي جملة وتفصيلا. وأكدت الإدارة التزامها أدبيا بما صدر به توجيه المشرف العام لكرة القدم، عندها أبدى رغبته في استلام المبلغ دون التوقيع على المخالصة وهذا ما رفضته الإدارة. وأشارت إلى أنه بعد يومين من ذلك تلقى النادي خطابا من اتحاد كرة القدم يفيد بتقديمه شكوى وتم الرد عليها من قبل النادي موضحين كامل الحقيقة مع تبيان لما نص عليه عقد المدرب. كما تلقى مدير عام كرة القدم محمد السويلم اتصالا من محامي السفارة الفرنسية يستفسر عن وضع المدرب وتم إيضاح الصورة له بالكامل، وقدر المحامي موقف النادي وتعامله المثالي مع المدرب. غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قائد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم محمد نور وزميله حسني عبد ربه مبلغ 20,000 ريال بواقع 10,000 ريال لكل لاعب لامتناعهما عن الظهور في اللقاءات السريعة الحصرية ولعدم تجاوبهما مع طلب المنسق الإعلامي بالرغم من التأكيد عليهما وفقا لما هو وارد بتقرير المنسق الإعلامي.
وأشارت اللجنة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وعلى صعيد انضصار بالاتحاد، وصل الفريق الأول لكرة القدم تحضيراته بمعسكره الإعدادي في منطقة جبل علي الإماراتية لمتابعة من المشرف العام على الفريق عيد الجهني، حيث أدى ميرانه عند الساعة 9 من صباح اليوم تحت إشراف المدرب الإسباني راؤول كانيدا على ملعب نادي الرماية بمشاركة جميع اللاعبين في المعسكر فيما عدا الخماسي المصاب عبد الطيب وراشد وإبراهيم هزازي وعبد الله عمر وعبد الله مجرشي والذين تدربوا تحت إشراف الطبيب في صالة اللياقة البدنية بمقر سكن البعثة. اكتفى المدرب اليوم بالحصة التدريبية الصباحية حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق ومنحهم راحة في الفترة المسائية. عادت أرقام الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء إلى الواجهة بعد أن أصدرت قائمة بأفضل الدوريات العربية والعالمية، حيث جاء دوري زين السعودي في المركز الرابع عربيا خلف أصحاب المراكز الأولى وهي المصري ثم التونسي ثم المغربي. واحتل الدوري السعودي المركز 64 من بين 127 مركز عالمي، كما جاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الأول عالميا والإسباني خلفه بالمركز الثاني ثم الإيطالي ثالثا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في بداية الحلقة نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو الأستاذ مصطفى المسلم رئيس نادي نجران سابقا والكاتب والصحفي والناقد الرياضي المعروف حاليا أبو هادي، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور ومسي عليك وعلى المشاهدين الكرام والأخ المساعد، وأتمنى إن شاء الله نقدم حلقة إن شاء الله ترضي المشاهدين الكرام بإذن الله. أبو ضفاف مساعد العبدي كاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف، مساك الله أبو ضفاف. مساء النور زميلي تركي ومساء الخير للمساعدة المشاهدين والأخ مصلح. نبدأ الحلقة مباشرة، بريكارد يؤكد أحقية مدرب أستراليا بقول ما يشاء، وإحنا شفنا تصريحات مدرب المنتخب الأسترالي وأنه يتكلم ويعلن التحدي ونوع من تحفيز اللاعبين والتأثير على الخصم. رد اليوم ريكارد أنه من حقه يقول اللي يبغاه، يعني هو مو شايف أنه في الموضوع أي شيء غريب. أبو هادي أكيد أولا هذه حرب دائما بين المدربين، المدرب الأسترالي يعني من حقه يقول ما يشاء، ولكن إن شاء الله بإذن الله أنه راح نرد عليه داخل الملعب. أتمنى إن شاء الله أنه التصريح هذا يكون يعني حافز للاعبين تقديم الأفضل إن شاء الله في المباراة القادمة. أتمنى أيضا أن اللاعبين ما نعطيهم إعلاميا أكبر من طاقة المباراة فنخسر بطاقة التأهل، بحيث أنه نقف مع اللاعبين في الفترة هذه، وإن شاء الله بإذن الله أنه راح نرد عليهم من خلال الميدان. عادي هالتصريحات وظيفة جدا جدا. شوف زميل تركي، احنا مشكلتنا الحساسيه عندما تتعلق الامور بشيء صادر تجاهنا، لكن ننسى انه ممكن هذه الامور تصدر يعني عننا احنا، وبالتالي امر طبيعي اي مدرب من حقه انه يقول اللي يراه يخدم منتخب بلاد او فريقه. واعتقد انها جزء من الحرب النفسيه، وايضا جزء ترهام لرفع الروح المعنويه للاعبي المنتخب الاسترالي، لان تعرف ان المنتخب الاسترالي قد يكون خلينا نقول 70% هو يلعب بالبدلاء ما هو بالأساسيين، فهو يحتاج إلى رفع الروح المعنوية للاعبي المنتخب الأسترالي. أيضا حرب نفسية ضد المنتخب السعودي زي ما تفضل أبو هادي، هي في النهاية الأمور تحسن في الملعب، لكن هذه الأمور طبيعية. يعني يمكن إحنا نذكر دورات الخليج كيف الوهج دائما برا الملعب، والحديث برا الملعب، والتحديات برا الملعب، والتصاريح اللي يتابعها يقول الله يستر، لكن في النهاية تحسن في الملعب، واللي يقدم عرض أفضل، واللي نتمنى إن شاء الله المنتخب السعودي يستثمر التواجد في استراليا فترة طويلة تقريبا اسبوعين، يتفرغ اللاعبون لأداء المهمة اللي راحوا من أجلها. الأمور الإعلامية تأكد أنها أمر طبيعي سواء لنا أو علينا. في الأخير أنت كيف تستثمر هذا التصريح يعني لحفز الهمم وللتحدي، زي ما هو يحاول أنه يستفزك أنت تحاول أنك ترد هذا التصريح عكسي على المنتخب. الحديث ريكارد لما قال أنه يقول اللي يبغى، هذا يعطينا انطباع أنه ريكارد ماخذ الأمور بهدوء ولا ماخذ الأمور بعدم الجدية؟ لا أعتقد في الفترة هذه ما في يعني ماخذ الأمور بعدم جدية، ولكن ماخذها بهدوء بتصريح مدرب. يعني دائما ما تكون بين المدربين التصاريح هذه بالذات في المباريات الحساسة لنا كسعوديين يعني أكثر من أستراليا، فأعتقد أن تصريحه هذا هو يعني نوع من مثل ما قال الأخ مساعد تحفيز للاعبيه. أيضا رد ريكارد أعتقد أنه كان رد يعني جيد، بأنه يعني ما رد إحنا بالملعب، إحنا حق من حقه أنه يصرح في ما يشاء ويقول ما يشاء، ولكن عزيز
يقول مع الأسف ما تكلم إلا لأنه عرف أنه ما قدمه فريق. إحنا نعيش في وهم المنتخب القوي، إحنا ما نضمن نتيجة أندونيسيا عشان نخوف أستراليا. أشوف هذه المباراة الحقيقة يعني إحنا أوصلنا أنفسنا إلى ما وصلنا إليه الآن، وعلينا التحمل جميعا. ما كان أحد يتجرأ يقول كذا في المؤتمرات الصحفية، أو على الأقل كان في حذر من المدربين إلى حد ما، باستثناء بطولات الخليج اللي تكلم عنها وظيفة. لا بالعكس، يعني أنا أعتقد أن المدرب يعني هذا حرب نفسية على السعودية، على السعودية محتاجة المباراة. السعودية هي من يعني فرصتها في المباراة هذه تلعب أعتقد بفرصة واحدة اللي هي الفوز. فأعتقد أن المدرب يعني ما عنده شيء يخسره إلا أنه يضغط على المنتخب السعودي. أعتقد أن المنتخب السعودي إذا مثل ما يقول المدرب فيه روح وفيه تجانس وفيه يعني الروح اللي عرفناها عن المنتخب السعودي، أعتقد إن شاء الله بإذن الله أنه راح يقدم مباراة. طبعا إحنا لابد أيضا نقطة أخرى، أنه لابد نكون مهيئين لأي حادث لا سمح الله. يعني ما نعطي الأمور مثلا أنه لا سمح الله خسارة أو تعادل خرجنا، لابد أن احنا نتدارك الأمور ونرى الإيجابيات والسلبيات خلال المرحلة اللي مضت ونحاول نحن نعالجها. وهذا المهم، أنه ما نتطلع إلى مثلا أنه المنتخب الإسرائيلي عنده نقص لاعبين أو عنده مثلا أنه متأهل أنه مثلا فاز لا سمح الله. السعودية بتكون أكيد لاعبين بيكون فيه ضغط عليهم، بيكون فيه يعني أمور كثيرة. لابد إحنا جميعا يعني نتهيأ لأي نتيجة في خلال المباراة. أبو ضيفان، في النصر اليوم يرد على حديث المدرب بالأمس، كان معنا حديث لمدرب الفريق النصراوي وما تابعته ولا لا، ما درب الفريق الأولمبي تحدث أنه ما أخذ حقوقه وما أخذ التأشيرة. اليوم رد النصر عبر بيان كان واضح جدا، أوضحت أنه ردت إدارة نادي النصر على التصريحات التي أطلقها مدرب الفريق لبعض القنوات عن وجود مستحقات مالية له على النادي وعدم تمكنه من الحصول على التأشيرة. النادي يقول لك تم استخراج له سلفا التأشيرة وبإمكانه مراجعة النادي واستلامها متى شاء. وأشارت الإدارة النصروية أن للمدرب الحرية في استلام المبلغ الذي طلبه سابقا وتوقيع المخالصة أو المغادرة والمطالبة بما يراه ويعتقده. شوف طبعا أنا سمعت الآن طرف واحد اللي هو البيان. البيان يعني واضح وشفاف جدا وتفصيلي، وأنه موقف نادي النصر موقف سليم، هذا من خلال البيان اللي سمعناه. وبالتالي تأكد أنه في جهات رسمية تحسب هذه الأمور. يمكن قبل 3 أو 4 أيام إحنا سمعنا أنه المحكمة الدولية أو الاتحاد الدولي حكم للنصر ضد الهولندي فوكي بوي ترى عام 2008، يعني الآن 4 سنوات. بالتالي إذا في حقوق سواء للنصر أو للمدرب الفرنسي ما راح تضيع، إنما من خلال البيان اللي سمعنا أنه النصر موقف قوي. بالعكس النصر يمكن تنازل عن حقوق ما هي للمدرب، كلام شفوي، والأمور الشفوية هذه لا يجب أن تكون موجودة في العقود. يعني أنا أؤكد لك أنه إذا في حق للنصر حياخذ، وإذا في حق للمدرب الفرنسي أيضا حياخذ. طيب هذا فيما يخص رد النصراوي. أبو هادي، المواضيع اللي زي هذه لما يكون مثلا خلينا نقول نميل للرواية النصراوية. أمس كنا نتحدث عن رواية المدرب، اليوم من حق النصراويين وإحنا نتحدث عن روايتهم. إذا هم أعطوا المدرب اللي يبغاه، إيش مصلحة مدرب انه خلينا نقول يثير مثل هذه خلينا نقول الشوشره الاعلاميه على النادي؟ اشوف ممكن المدرب ردت فعل بعد اقاله او بعد مثلا اشكاليه معينه في النادي، ايضا في عقد يعني موجود، يعني العقد بيكون يعني انا في التقرير نعم في التقرير يعني انه ماله قيمه تذاكر او 45,000. أتمنى من الأخوان النصر حتى الشرط الجزائي اللي على المدرب، أتمنى أنه يعني ما تنازلوا عنه، لأن إذا كان فعلا الكلام اللي ورد في البيان صحيح كنت أتمنى أنه تطبيق العقد اللي متواجد عنده وبس. بس طب الدوري السعودي ينالوا رابع أفضل دوري عربي، أبو ضيفاء؟ والله شوف طبعا انت لو تشوف المنتخب الدوري المصري والدوري التونسي والجزائري والمغربي ما بشك انها هي اقوى من ناحيه الاثاره، من ناحيه التنافس، من ناحيه حضور الجماهيري. طبعا باقي الدول اللي تلاحظ انه حيكون الكويت، الامارات، قطر، طبيعي جدا تكون خلف الدوري السعودي على الاقل على صعيد الحضور الجماهيري ربما وحتى التنافس. انا اتفق تماما مع نتائج الاتحاد الاحصاء، ولكن علينا اننا نبحث ليش جينا رابع. يعني
احنا دائما في اعلامنا نحرص ان نكرر اول واول، ولكن دائما نكرر ايضا ان الارقام هي كل شيء. الارقام امامنا تقول احنا الرابع، علينا ان نحترم الارقام ونبحث ليش احنا الرابع وكيف نوصل الاول. يعني ايش اللي خلى الفرق المنتخبات او الدوري الاربعه في الدول العربيه هذه اللي قدامنا؟ نشوف السلبيات اللي موجوده عندنا وان شاء الله نحاول نوصل. واضح مو من السلبيات، يعني انا اعتقد انه يمكن هذا الموسم على صعيد التنافس ربما حتقدمنا كثير، على اعتبار انه في اربع فرق تتنافس، وهذا يمكن ما حصل من خلال الخمسه والعشر سنوات الماضيه. لكن على صعيد حضور الجماهيري قليل جدا، على صعيد توقف الدوري ايضا سلبي كبير. كل هذه الامور اكيد انها تضر بالترتيب الدوري السعودي عربيا. يعني تكمل او شيء تتفق معها بالترتيب؟ والله شوف، احنا كان بالامكان افضل ما كان بصراحه، يعني بحيث ان الدوري المصري والدوري التونسي يعني احيانا نتابعها تكون في المباريات الكبيره يعني جماهيريا حضور. حتى الدوري المغربي احيانا نتابع بعض المباريات يعني ما فيه الحضور الجماهيري او ما في حتى الملاعب صراحه يعني انا. ولكن احنا عايشين على وهم من زمان، يعني من سنوات اللي هو افضل دوري عربي، وجلسنا على ما طورنا مع الأسف البنية التحتية في الملاعب وفي الأشياء اللي دائما تميز حضور الجماهير، مع الأسف أنه ما طورنا فيها، وهذا دائما يرجع الخلف. إحنا مشكلتنا أنه عشنا على وهم، الوهم هذا أفضل دوري عربي ووقفنا عند الحد هذا. من المفترض أنه نبحث عن الأفضل ودائما نبحث عن الأشياء اللي توصلنا دائما للقمة. مع الأسف أنه إحنا في الآونة الأخيرة يعني ما تطورت ملاعبنا من سنوات، ما في أي جديد لنا، فلذلك من طبيعي يعني أنه حتى لو تراجعنا إلى أقل من رابع أعتقد أنه ما يفاجئك. لا أبدا، يعني في ظل الأشياء اللي إحنا نشوفها أعتقد أنه شيء طبيعي. طيب المنتخب السعودي اليوم خسر أمام نظيره القطري، اليوم خلاص رسميا ما عاد فيه لا تعادلات ولا نتائج تخدمنا ولا نتائج فرق ولا أدائنا في الملعب ولا شيء، اليوم رسميا إحنا خارج الأولمبياد القادم. التقرير التالي يتحدث عن المباراة. انتهى الحلم السعودي في التأهل لأولمبياد لندن 2012 على أيدي الأشقاء القطريين بعد مباراة كان الأولمبي السعودي الأفضل في أغلب فترات اللقاء، لكنه خرج خاسرا بهدفين لهدف. شهدت بداية اللقاء سيطرة سعودية مطلقة، تمريرات ومهارات فنيات أربكت الدفاع القطري، وتحصل من خلالها فهد المولد على ضربة جزاء إثر إعاقة من الحارس القطري أحمد سفيان. يتقدم أحمد عكاش ويضعها على يمين الحارس كهدف سعودي أول. يحاول السعوديون تعزيز النتيجة ويتحصلون على أكثر من هجمة عبر الفهمي والخضري، ولكن دون ملامسة للشباك. يعود القطريون لأجواء اللقاء ويسجلون أول أهدافهم بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى، ينقض الهيدوس ويغمزها بقدمه في مرمى حسين شيعان. تستمر السيطرة السعودية وأحمد عكاش يفتتح المحاولات من الجهة اليسرى ويسدد بيمناه قوية يمسكها أحمد سفيان على دفعتين. سلمان الفرج يلعب عرضية بالمقاس على رأس فهد المولد، لكن الحارس القطري يخلصها لضربة الزاوية. الدقيقة 78 تشهد نهاية الحلم السعودي بقدم ناصر العبيدي، والذي تلقى تمريرة ضربت العمق السعودي وسدد بيسراه في مرمى شيعان، لينتهي اللقاء وسط حسرة سعودية وأفراح قطرية بتجدد الأمل في التأهل للملحق الآسيوي. أبو ضيفاف، والله شوف طبعا احنا حسابيا طلعنا اليوم اي، لكن منطقيا لا، من زمان طالعين. اها، يعني اوكي تشبث بالامل والطموح، لكن الواقع غير. المنتخب الاولمبي انا اعتقد انه يمكن اكثر منتخب سعودي اعتقد في التاريخ تعرض لازمات. انا اتصور لا على صعيد الاجهزه التدريبيه وعلى صعيد دخول وخروج اللاعبين وعلى صعيد اعداد وكل الامور.
في المنتخب هذا بأمانة كان طبيعي جدا أن يخرج، لأنه من الأساس لم يكن الإعداد جيد، لم يكن التنظيم جيد. أنا أعطيك أمثلة كثيرة، يعني أنا أحترم المدرب يوسف عنبر، لكن أنا طرحت كثير وهنا يمكن في البرنامج أنه كنا نتمنى أن يكون مدرب أجنبي قدير. وأنا أذكر شوف بعد مباراة المنتخب السعودي الأول مع هونغ كونغ وتأهل المنتخب إلى نظام مجموعات المنتخب الأول، طبعا انتهى دور روجيرو وأسندت المهمة إلى ريكارد، وطلبت في ذاك الوقت أنه يتولى المهمة روجيرو في المنتخب الأولمبي. للأسف شديد ما حصل هذا الشيء، حتى خسرنا الكثير، وبعد كذا أسندت المهمة روجيرو. لو تلاحظ تغير كثير الوضع الفني. أيضا عملية دخول اللاعبين وخروجهم كانت يعني لافتة للنظر بصراحة. جانب مهم، أنا أعطيك مثال بسيط على أسماء لاعبين، مثلا شوف نواف العابد، إبراهيم غالب، ياسر الشهراني، سالم الدوسري، الآن يحيى الشهري، كان بالإمكان الاستفادة منهم في هالمنتخب لأنه لا يزال في سن أولمبية، يعني خليهم يلعبوا منتخب الأولمبي، يعني حتى كان بإمكانهم يشاركوا مباراة اليوم يسافر بكرة الخميس إلى أستراليا، خصوصا أنهم تقريبا يمكن باستثناء الآن سالم لأساسي، البقية ما هم أساسيين. إحنا للأسف لم نستفد في المنتخب الأولمبي من اللاعبين اللي في المنتخب الأول قادرين على اللعب أولمبيا عكس المنتخبات الأخرى. هذه جزئية هامة ترى للأسف الشديد أنا أكررها، أنه أيضا عملية الاستمرارية، يعني لاعبين في منتخب الشباب كان بالإمكان استفادة منهم أيضا لما شاهدوا المنتخب الأولمبي. أنا أعتقد أنه كان أمر طبيعي أن المنتخب الأولمبي يغادر، لأنه لم يقدم لا خلال فترة الإعداد ولا خلال التصفيات المستوى الفني اللي يشفع أن يكون في أولمبياد لندن. والله شوف الحقيقة أن المنتخب الأولمبي راح ضحية مدربين، يعني بكل صراحة يعني المدربين يعني ما كان فيه استقرار مثل ما قال الأخ سعد. أيضا اللاعبين يعني كل يوم شوف تشكيلة بصراحة، كل مباراة تشكيلة، كل يعني أنا ما شفت المنتخب مستقر على تشكيلة معينة. لو نرجع المباريات كلها نرجع كم عنصر طالع ممكن ستة هذا الموضوع جدا غريب. يعني أنا كل اللي أعرفه عن الكرة السعودية في عزها في الثمانينات والتسعينات، لو تمسك أي واحد في الشارع تقول له أعطني تشكيلة منتخب الشباب يعلمك، أعطني تشكيلة منتخب الأول يعلمك. الآن ما حد فينا يعرف من الأساسي في الأول، ولا تعرف من الأساسي في الأولمبي، لا ولا تعرف أساسي أحد. يعني للأمانة أسأل أي أحد من أول في الثمانينات والتسعينات على الأقل من الـ11 يبي يعطيك ثمانية. وأغنى دوري خليجي ربما آسيوي على صعيد اللاعبين الأولمبيين هو السعودي. السعودي بصراحة. يعني بصراحة يعني عندنا الرديف، يعني عمل الرديف من أجل يعني الفائدة للأندية والمنتخبات الأولمبية وإبراز نجوم، مع الأسف أنه صار منافسة على كاس، يعني بكل صراحة هذه نقطة. النقطة الثانية أن ما استفدنا من دوري الرديف من اللاعبين اللي بالعكس إحنا نجيب الآن من اللي يلعبون العابد الدوسري اللي هم موجودين فين في يعني صاروا معروفين من سنوات، يعني فيه لاعبين موجودين لو ركزنا عليهم بالذات خلاص. إحنا أنا يعني مع كلام الأخ إحنا طلعنا من زمان بصراحة. في المباراتين الأخيرة هذه كوريا وقطر وعمان، لو يعني جلسنا مع جلس المدرب بحث عن عناصر جديدة في الفرق الأولمبية، فيه أندية مع الأسف ما ننظر لها بكل أمانة. إحنا عندنا أندية معينة وهذه الأندية يعني هي اللي يعني هي صاحبة الحظوة. أما فيه الآن لاعبين في الرائد، أنا شفتهم لعبوا مع الأهلي فازوا 3-2، لاعبين على مستوى عالي في التعاون، في نجران، في الفتح، لاعبين القادسية، القادسية الآن متصدر الشباب الأولمبي مقدم مباريات جيدة. ليش يعني أبو هادي فتح موضوع مهم، ليش إحنا ما عاد نطالع في الأندية اللي خلينا نقول بصراحة غير الأندية الكبار الأهلي الشباب الاتحاد النصر الهلال والأندية الثانية ما حد ينظر لها. فترة من الفترات كان ناصر منصور كثير. فترة من الفترات كان صالح مبارك الله يرحمه، خالد رويح الله يرحمه، كان في لعيبة من أندية الدرجة الأولى وأساسية وتقدم مستويات وكانوا مبهرين، ليش ما حد يطالع في هالأندية؟ هذا السؤال طرح من زمان. شوف لو ترجع لمنتخب 84 كان في شاعر نفيسة في الكوكب، كان في ناصر منصور في النهضة، كان في سمير عبد الشكور أحد، كان في عيسى عبد الله، كان وكان في جاسم قرطاس، وكان في أسماء كثيرة. أسماء كثيرة جت من فرق درجة أولى أو حتى من فرق الممتازة ولكنها الأقل. الآن للأسف زي ما تفضل زميل مصلح أنه تجد الفرق اللي هي يسمونها الكبيرة وكانها فقط هي من يشكل منتخب المملكة.
أنا متأكد أنه زي ما تفضل في الفرق الأخرى زي الرائد زي نجران زي الفيصلي والفتح في لاعبين كثير بإمكانهم أن يلعبوا سواء في المنتخب الأول وعندهم طموح بالتأكيد، لكن حنا علينا شوف دائما نكرر كلمة أنك تخرج هذا قدر، لكن الأهم أنك كيف تستفيد من هذا الخروج. إحنا ودائما أضرب لك المثل كأنه لما تمر عند حادث مروري وتهدي السرعة لمدة 5 كيلو بس كردة فعل وبعد كذا تسرع، إحنا ننسى كل ما يحصل. والآن أنا أقول لك اللي بيحصل المنتخب الأولمبي إحنا خرجنا وانتهى كل شيء، أسبوعين ثلاثة نتكلم عن هذا الخروج وبعد كذا، لكن السؤال كيف نستطيع أننا نتلافى السلبيات اللي حصلت حتى نبني المنتخب الأولمبي. وأنا أكرر الكلمة أنه أكثر دوري في آسيا وليس فقط في الخليج متأكد أنه في لعيبة أولمبيين قادرين على التألق هو في الدوري السعودي، لكن للأسف لم يوظف التوظيف الأمثل. تركي في لاعب في نجران عوض خميس، هذا الآن من أبرز اللاعبين في الدوري السعودي على مستوى الدوري زي يعني كل الأندية الآن عينها على اللاعب هذا. الإدارة المنتخب ومدرب المنتخب جالس يسأل عنه بنضمه. طيب أنا أبغى سبب مقنع بس، ليه عدم ضم النجوم هذولا؟ يعني لاعب من الدرجة الأولى بكل صراحة، ما هو لأنه لاعب في نجران، أيضا في لاعبين في الرائد في هذا بس اللي أنت شفته بعينك اللي أنا أعرفه واللي أعرف أنهم سألوا عنه كذا مرة. طيب إيش السبب أنك عدم يعني ضم اللاعب هذا؟ ولا حتى الرديف كان حتى الرديف، يعني هذه إشكالية بصراحة. هل في ضغوط أنه بس تكون من الأندية هذه؟ يعني بصراحة لابد يعني لو نكون مثلا إذا صارت أنه نكون منتخب آخر أو منتخب رديف، المنتخب الرديف هذا يكون من الأندية هذه، ما هو لازم أنه الهلال مثلا يعني إيش ذنب مثلا الهلال أو الأهلي أو الاتحاد ننضم منهم الأولمبي مثلا والفريق الأول، خلي الرديف وجيب من الأندية الرديف ذا أسسوا الأندية الأخرى، يعني جيب من الأندية اللي دائما ما تأخذ، كون منتخب. أنا أقول لك وأنا أراهم من المكان هذا أنه راح ينافس على كثير من البطولات، لأن أولا عندهم الطموح عندهم الإرادة يبغون يقدمون شيء يبغون فرصة. فينا أبو يزن محمد البكري يقول ضياع الأولمبي بسبب التخبط على مستوى التخطيط والإدارة الفنية والإدارية. وعزيز يقول 5 النعيمة 9 ماجد 15 ثنيان 8 الهرايفي 11 محيسن، ارتبطت أسماءهم بأرقامهم في المنتخب الآن حتى رقم حارس المرمى ما نعرفه. طيب على النقيض اليوم المنتخب الأولمبي الإماراتي الشقيق، يعني ما شاء الله تبارك الله اليوم الإماراتيين مبسوطين، نايمين مبسوطين، فرحانين منتخبهم، وإحنا فرحانين مع منتخبهم. إهداء لكل الجماهير الخليجية والإماراتية تحديدا فوز المنتخب الإماراتي اليوم على المنتخب الأسترالي، وإن شاء الله نفرح بفوز المنتخب السعودي على المنتخب الأسترالي ونعيش هذه الأجواء. كلب للمنتخب الإماراتي وللخليجيين الفرحين والعرب الفرحين بفوز المنتخب الإماراتي اليوم.
ألف مبروك للشعب الإماراتي، ألف مبروك لكل الدول الخليجية والعربية. فوز اليوم منتخب الإماراتي على المنتخب الأسترالي يعني خفف وسهل المهمة كثيرا في المباراة الأخيرة. الموضوع هذا المنتخب الإماراتي والأولمبي، أبو ضفاف عنده وجهة نظر قال لي عليها قبل الحلقة وكان يبغى يتكلم فيها عن المنتخب الإماراتي. منظر لاعبين المنتخب الإماراتي وهم يقفزون فرحا بعد المباراة، ومنظر لاعبة الأسترالية وهم على الأرض منهارين يعني بعد المباراة، صراحة منظر يعني فرحنا كثير اليوم اللي سواه المنتخب الإماراتي. فاصل قصير بعده ونعود لمواصلة الحديث في البرنامج. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا مصلح علي مسلم ومساعد العبدلي هم ضيفاء حلقة اليوم. أبو ضفاف، عن المنتخب الإماراتي كان لك وجهة نظر، كنا نتكلم فيها قبل المباراة، قبل الحلقة مش قبل المباراة، وعندنا مباراة احنا هنا في الاستوديو دائما، لكن كنا نتكلم لما قلنا المنتخب الإماراتي كسب المنتخب الأسترالي. أنا بس قلت لك هالكلمة وانت فتحت علينا على طول، قمت تعطينا معلومات واعطيتني شعور انه فعلا انت متابع منتخب الامارات جدا. شوف، اول شيء قدم التهنئه للشعب الاماراتي والاتحاد الكره في الامارات، وشخصيا انا قدم التهنئه للمدرب القدير مهدي علي. شوف، هذا المدرب انا التقيت معه شخصيا وعايشته من فتره طويله. انا كنت رئيس لجنه اعلاميه في بطوله اسيا للشباب في الدمام قبل 3 أو 4 سنوات، كان منتخب الامارات هو حقق اللقب، وكان الكابتن مهدي علي هو مدرب المنتخب، وكان أداء متميز للمنتخب الإماراتي، مدرب قدير، وكانت هذه العناصر هي نفسها الآن اللي كانت تمثل منتخب شباب الإمارات وراحوا كأس العالم في مصر وقدموا أيضا عرض متميز. صحيح. شوف التخطيط كيف استمر، نفس المنتخب بنفس العناصر مع تطعيم لعناصر برزت بعد كذا، وصعد هذا المنتخب من الشباب إلى الأولمبي بنفس الطاقم الفني، والآن يجري التخطيط اللي بالفعل تخطيط مدروس. يعني هذه الأمور دروس. يعني تقصد إنه المجموعة اللي في الشباب اللي حققت البطولات صعدت للأولمبي، راحت للأولمبي زي ما هي، نفس الجهاز الفني، الجهاز الإداري واللاعبين نفسهم، مع إضافة لأي لاعب برز ويلعب أولمبيا، وهذا هو الصح. أيضا نفس اللاعبين اللي في المنتخب الأولمبي يستفاد من بعضهم في المنتخب الأول. كل هذه الأمور تعطيك انطباع إنه هذا المنتخب، أنا قلت لك يا تحت الهواء، قلت لك إنه ما كان غريب أن منتخب الإماراتي يصل إلى ما وصل إليه الآن بصراحة، لأنه منتخب كان معد من قبل الإماراتيين من 5 أو 6 سنوات الآن يجني هذه الثمار، ومتوقع أن هذا المنتخب كأس العالم 2018 قد يكون حاضر في كأس العالم إذا استمر نفس العطاء ونفس الاهتمام. قد يكون، لأنه هذا المنتخب كأس العالم بعد 6 سنوات 2018 بيكون هذول اللاعبين في سن من 27 إلى 29 سنة، إذا هي سن النضج. أعتقد هذه الأمور اللي أنا كنت حريص أقولها، كررت تهنئة مهمة التصعيد حتى بالطاقم الفني بالتأكيد. شوف، طالما النتائج إيجابية والانسجام موجود والتجانس بين الجهاز الإدارية والفنية واللاعبين وفي تناغم، ليش لا؟ احنا اللي ضرنا فترات كثيرة زي ما تفضل الزميل مصلح، كثرة التغيير على صعيد لاعبين وصعيد مدربين، لكن هذا المنتخب الإماراتي الآن قاعد يجني الاستقرار والثبات، وأمر طبيعي وضروري في كرة القدم. يعني مانشستر يونايتد أليكس فيرغسون الآن كم، 25 أو 27 سنة يدرب. فأنا أعتقد أنه يعني درس مستفاد، يعني وعلينا أننا لا نأخذه بحساسية. للأسف البعض يفسر أنه إحنا عندما نفرح منتخب الإماراتي وكأننا نشمت منتخب السعودي. لا، إحنا ما نشمت. صحيح. إحنا نقول يا جماعة اللي غير هذا نموذج، اللي غيرنا نسويه الصح ونستفيد، ليش لا؟ طيب، بس مهم التصعيد على مستوى حتى الجهاز الإداري والفني، زي ما قال أبو ضفاف إذا أبدعوا في الشباب وصار سن اللعيبة أولمبي يطلعون بالجهاز الفني معهم والإداري. أول شيء مبارك الأخوان في الإمارات. الحقيقة إحنا عندنا إشكالية أنه يعني أي شخص يكون ناجح في النادي مثلا يضم للمنتخب من الإداريين، وهذا أو أنه إداري ويجي يجلس 6-7 سنوات ما يقدم أي شيء ويستمر، وهذه إشكالية بصراحة. الإداري دائما على عطائه وعلى الشيء اللي يقدمه. إذا مثلا نجح إداري في الشباب، لماذا لا يستفاد منه مثلا في الفريق الأول؟ يستفاد من خبراته الشباب مثل الفريق الأول. أيضا عندنا إشكالية بكل صراحة، أنه اللاعب أول ما يبرز عندنا تبدأ العقود، تبدأ النادي فاوضه، تبدأ لين اللاعب يتشتت، وهذه مشكلة. لو وقعوا معه 5 سنوات لا يروح النادي الفلاني سو، يعني مثل الحين اللي صاير مع سالم الدوسري لاعب الهلال، لاعب لسه في بدايته، يعني
العقود هذه لما نسمع بها اللاعب صراحة نهات يعني في لاعبين كثار يعني مع الأسف أنه مجرد الدخول في الملايين وفي المبالغ وفي الرواتب تبدأ هذه نهاية اللاعب. إحنا مع الأسف أنه اللاعبين عندنا صار الاهتمام للأندية يعني لأن الأندية هي من تعطيهم المقدمات العقود من تعطيهم الرواتب في مشاكل كثيرة بصراحة يبغالها حلقة خاصة يعني يبغالها لا تغيير جذري بكل أمانة يعني في كل القطاعات في كل المنتخبات يعني لابد أن احنا نتصارح مع بعض أكثر والله مو من شيء بس حب للرياضة السعودية والوطن بكل صراحة حتى التدرج يعني أنت أثرت الكابتن سالم الدوسري ما بشك أنه متميز وقدم يعني كان بالإمكان أن يتدرج اللاعب يعني لأنه صعب الآن يكون في المنتخب الأول صعب أن يعود للمنتخب الأولمبي يعني خلي اللاعب يعني يأخذ وقت في المنتخبات السنية حتى يصل المنتخب الأول أكثر نضج. الآن اللي يصير عندنا للأسف إنه اللاعب على طول يمكن يعني برز في مباراة أو ثنتين أو ثلاث راح المنتخب الأول على طول. أنا أعتقد إنه عليه أن يمر المنتخبات السنية يمارس مباريات كثيرة ويلعب مباريات دولية وبالتالي يصل المنتخب الأول. طيب خلينا نشوف اليوم اجتماع الاتحاد السعودي والقرارات التي صدرت في التقرير التالي. انتهى ظهر اليوم الاجتماع التاريخي لمجلس اتحاد كرة القدم السعودي بحضور الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بن فهد، وقد نتج عن الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات والتي يأمل الجميع أن تكون في مصلحة كرة القدم السعودية. وكان أبرز القرارات التي تم اتخاذها التقدم بطلب استضافة كأس الأمم الآسيوية 2019 إضافة للتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2013 تحت 22 سنة، وتشكيل الجمعية العمومية للاتحاد وفق النظام الأساسي للاتحاد، وتطوير عمل هيئة دوري المحترفين وذلك بتغيير المسمى إلى رابطة الأندية المحترفة، وتعيين الأستاذ محمد النويصر رئيسا لها، وإحالة جميع أمور الأندية إلى الرابطة لمناقشتها مع الأندية ومن ثم رفعها لاتحاد القدم، وتقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى 3 وتحويله للرابطة على ألا تزيد بداية تطبيقه عن موسمين. ويشكل قرار زيادة مداخل الأندية وبنسبة مضاعفة حسب ترتيب الفرق من الأول وحتى الأخير بشرى سارة للأندية ذات الدخل المحدود. وجاء قرار تحويل دوري الدرجة الأولى إلى دوري محترفين ابتداء من الموسم القادم من أبرز القرارات التي تم اتخاذها هذا اليوم، إضافة لإنشاء صندوق خيري باسم صندوق الوفاء لمساعدة مسؤولي ومنسوبي الاتحاد في حال الظروف القهرية. بوهادي، هذه القرارات أول شيء كيف تصفها في مجملها وش القرارات اللي توقفت عندها أنت اليوم أكثر شيء؟ لا شوف أعتقد اليوم يعني الجميع كان يعني من خلال الصحف الأسبوع اللي مضى واللي قبله أنه تغيير جذري في الاتحاد وتغييرات كبيرة في الاتحاد، ولكن اليوم اللي كان يعني تغييرات يعني مسميات أو مثلا اعتماد المصروفات الأندية أيضا الجمعية العمومية للانتخاب أيضا استضافة بعض البطولات منها البطولة آسيا وأيضا بطولة العرب اللي بتكون في جدة في شهر جون تقريبا، أيضا القرار اللي مثلا أنا كنت بصراحة أني أيده يعني اللي هو تقليص عدد اللاعبين إلى 3 لاعبين، وهذا أعتقد أنه قرار في صالح اللاعب السعودي بكل صراحة. يعني في لاعبين مع الأسف إحنا نتعاقد معهم يكونون احتياط ما يلعبون، في لاعبين أفضل منهم ومبالغ كبيرة. فاليوم قرارات أن نتمنى إن شاء الله جميعا أنها تكون في 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 صالح الرياضة وفي صالح أكيد يعني الأمير نواف حريص كل الحرص على من شأن مصلحة الرياضة السعودية. أتمنى إن شاء الله إنه يعني كل التوفيق للمنتخبات السعودية للقرارات اللي اتخذت. طبعا من يعني يعطي رايه بكل صراحه اليوم الاعلام خارج الاتحاد من له ملاحظات، ولكن اليوم
جدول الأعمال اللي كان موجود قرارات، أعتقد ما في القرارات اللي مثلا نقول أنها قرارات كانت يعني حسب ما كان يشاع في الوسط الرياضي أنها تكون قرارات قوية، كانت قرارات أعتقد أنها تنظيمية عادية. تنظيمية عادية. أبو ظفر، شوف خليني أبدأ من النهاية. لا شوف، اللي نشر في الإعلام بالأخير هو إشاعات وتسريب، علينا أن ما نعتمد عليها لأنه لم يكن مصدر رسمي ولم يكن معلن، وبالتالي لا نجب أن نحاسب القرارات على ضوء ما نشر من أخبار. القرارات بشكل عام أنا خليني أكون متفائل، هي إيجابية لأنه إحنا من زمان يمكن عن قرارات بهذا الحجم، لكن الآن مو المشكلة في القرارات، المشكلة اللي دائما يمكن في العالم العربي بشكل عام دائما أقول هالكلمة، أنه مشكلتنا ما هو في القرارات ولا في اللوائح ولا في، مشكلتنا في التطبيق. إحنا كثير نصدر قرارات لكن ما يتم متابعة ولا يتم التنفيذ. أنا بعطيك مثال بسيط، عندما أعلنت خطة عمل هيئة دور المحترفين في 2008 أو 2009 اللي كانت حتى عام 2013 أعلنها الأمير نواف، كان من ضمن الخطة أنه إدارة التسويق في هيئة دور المحترفين في عام 2010 لن يقل دخل أي نادي من أندية المحترفين عن 15 مليون. مليون صحيح. الآن أمامي أحد رؤساء الأندية نادي نجران، يعني حتى عام 2010 هو الرئيس، هل وصل دخل نادي نجران حتى إلى 5 مليون من الهيئة؟ إيه؟ لا لا ما ولا أقل حتى ولا يمكن ولا وصل 600 700. إذن الآن إحنا 700 ألف. إذن إحنا الآن نتفائل بالقرارات، لكن اللي أنا أتمنى أنه يتم، يعني الأمير نواف حريص على التنفيذ، أنه يتم وضع آلية لمتابعة تطبيق هذه القرارات بأمانة، لأنه سهل تصدر قرارات لكن المهم تطبيق. الأندية الآن تنتظر أمور كثيرة، الأندية يمكن التزمت على ضوء خطة هيئة المحترفين، التزمت بأمور مالية كثيرة على اعتبار أنه وعد أنه لن يقل في عام 2010 دخل النادي أي نادي مشارك في دور المحترفين عن 15 مليون. لم يحدث هذا الشيء، بالتالي وضعت الأندية في موقف حرج. أتمنى أنه هذه القرارات إن شاء الله تفعل، وموضوع اللاعب الأجانب ما في شك أنه إيجابي على صعيدين، الصعيد الفني لأنه اللاعب السعودي يجد فرصة، وأيضا توفير مبالغ مالية وضعت الأندية في موقف صعب أمانة. طيب أبو يزن يقول لك، ألا تتوقع قرار الاحتراف لدوري الدرجة الأولى في غير محلة، خاصة أن دوري الزين به نقاط ضعف كبيرة من ناحية الاحتراف؟ يعني يقول لك أصلا دوري الزين في مشاكل في الاحتراف، شلون أنت تضع الاحتراف في الدرجة الأولى وأنت ما عندك أصلا بنية تحتية لزين؟ طبعا هو قيد الدراسة يعني خلال الفترة القادمة، بحيث انه يعني انت الحين تضع يعني دوري درجة اولى للمحترفين، اذا ما كان في رعاه وما كان في ممول للدوري بصراحة انه ما راح، يعني صعب بيكون فيه صعوبة، فلا بد من قبل اعلانه، وهذا اللي تم اليوم قبل اعلان بالشكل الرسمي، لا بد يكون هناك رعاه للدوري متخصصة لدعم الأندية. طيب خليني أشوف أضيف جزئية بس بسيطة سمين تركي، أيضا معنا برضو أحد أعضاء الكرة المنتخبين، أنا لازلت حتى الآن لم أرى بأمانة أي دور لأعضاء اتحاد الكرة المنتخبين، مع احترامي لهم جميعا، فما أعلم هل الخلل، مع احترامي لهم أيضا، هل الخلل كان في الأعضاء المنتخبين أم كان الخلل في إدارة الاتحاد، لأنه لم نشاهد دور فاعل للأعضاء المنتخبين في أي لجنة كانت من اللجان. طيب تقصير منكم ولا من الاتحاد؟ والله شوف، احنا بالنسبه لنا احنا كمنتخبين اي مكان نضع فيه اعتقد انه راح نعمل يعني، ولكن ما وجهنا شيء، يعني انه انا اتكلم عن نفسي، يعني انا ما راح اتكلم عن الاخرين، يعني ما وجهنا الشيء اللي مثلا رئيس لجنه، مثلا تكون في لجنه مثلا فعاله انك تقدر، ما حد طلب خدماتكم يعني؟ ما احنا بالنسبه احنا ما تقدمنا الا للخدمه، لخدمه الرياضه يعني بكل صراحه، ولا اتينا الا منتخبين من الانديه لخدمة الأندية، ولكن يعني احنا وضعنا في لجان استراتيجية، في يعني لجان ما دورها يعني ما مو الدور الفعال بكل صراحة، الفاعل المستمر اليومي. نعم. وانتم اعضاء منتخبين مش اعضاء بالتكليف؟ اعضاء المنتخبين هم مع الأسف يعني اللائحة الدولية، اعضاء المنتخبين هم يعني غير المعينين هم الأولوية لهم، ولكن احنا عندنا هنا مع الأسف أن المعين العكس، المعين هو اللي أخذ الفرصة وهو اللي عمل، المنتخبين لا، مع الأسف أنهم
أنا أتكلم عني أنا كشخص، الزملاء الباقين يعني يمكن يرى الأخ مساعد هم تابع ممكن يعني ما راح أحد ينكر في الموضوع هذا أنه ما أخذوا فرصتهم بكل صراحة، وأنا واحد منهم. كل العمل اللجان المهمة في الاتحاد، لو فتح الانتخاب مرة ثانية ترشح نفسك؟ لا. أوف، ليش؟ وجهة نظر أنا. إيه ليش؟ نبغى نعرف شو السبب. والله أنا يعني 4 سنوات كافية يعني. 4 سنوات بدون عمل؟ بصراحة والله شوف أنا إذا في عمل أنا أتشرف أني أعمل ما يخالف بصراحة. إحنا نعرف، ولكن إحنا نعرف إذا بانتخب مرة ثانية إيه؟ وبكون بصراحة يعني مثل الأربع السنوات هذه لا أنا ما راح. إن هل ترى أنك خذلت من انتخبوك مصلح؟ ترى أنك خذلت؟ نعم من انتخبوك؟ أنا بكل أمانة خذلت من انتخبوني، وأنا بقول لك بكل صراحة في أندية كانت يعني طلبت بعض الأشياء منا ما قدرنا نسوي فيه. أنا شخص في الاتحاد ودارس لائحة، يعني على سبيل المثال مباراتنا مع التعاون الموسم اللي مضى يعني لائحة واضحة وصريحة كل أمانة، يعني صار فيها يعني الأمير نواف أول ما أستلم، أنا ما حمل الأمير نواف، حمل المسؤولين ورؤساء اللجان بكل صراحة، أول ما أستلم أصدر قرار بأن كل رئيس لجنة مخول بأنه يتخذ القرارات ويصدرها من خلاص، يعني ما ترجع الرئيس العام أو كاملة. مع الأسف قرارنا اللي عندك لائحة موجودة طبقها يا أخي، يعني إلى متى وإحنا ما نطبق اللوائح؟ إلى متى وإحنا نجلس يعني في كل قضية تصير عندنا في الاتحاد يعني بصراحة ما تنحل في خلاص عندي لائحة، أنا مسؤول من لائحتي، عندي لائحة وضعها الاتحاد السعودي أقوم بتنفيذها فقط، يعني نفذت اللائحة، اللي أرسل شيء للاتحاد الدولي غير اللائحة. أتمنى يعني حتى أنه المسؤولين في نادي نجران يتمنون أن يطلع شخص يعني وأن يعني الحادثة اللي صارت بكل أمانة. فأنا لما أجي أنتخب مثلا مثل ما قال الأخ مساعد الأندية، أنا ما خدمت نادي حتى أخدم مع الأسف يعني أندية أخرى، أنا في نادي نجران وعارف أن الحق معي 100% وما تقدمت بالشكوى إلا وأنا عارفها. ومع الأسف في حاجة أخرى يعني بكل أمانة، أنك تجي الآن في موضوع مثلا زي الاحتجاج هذا تكلم الأمين العام، تكلم المسؤولين كاملين، تكلم رئيس الاحتراف، يا أخي أنا ليه ما أعود أنديتين عندي لائحة أطبقها وخلاص؟ إحنا درنا على 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 مسؤولين الاتحاد كلهم كنادي نجران، التعاون كذلك، يا أخي ليه ما نعود أنديتنا على أن فيه لائحة واضحة وصريحة؟ ليه ما نطبقها؟ هذه الإشكالية. أنا بالنسبة لي بكل أمانة ما راح ترشح نفسك. لا أنا بالنسبة لي ما راح أرشح نفسك. نشوف حديث محمد النويصر بعد هذا المؤتمر. أول شيء أشكر صاحب سموك الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز، أشكر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أيضا أشكر جميع الأخوة الرياضيين وضعين ثقتهم فينا من رؤساء أندية، من أيضا مهتمين بالشأن الرياضي. الوضع اللي إن شاء الله حيكون مستقبل إن شاء الله يكون من أفضل إلى أفضل. الفترة الماضية كانت مرحلة تأسيسية وشاهدنا فيها الكثير من التجارب الإيجابية بشكل عام، وفيها أيضا تجارب سلبية بالنسبة لنا، نعرف في بعض أيضا الأمور اللي تحتاج إلى تطوير وتعديل، يعني أعرف أيضا حتى طريقة العمل والتواصل استفدنا من أخطائنا في الفترة الماضية، ونتمنى إن شاء الله نستفيد منها في الفترة القادمة أفضل. لذلك كانت بالنسبة لنا تجربة أن نبحث فيها عما هو إيجابي، درست المرحلة الماضية، يمكن تلاحظون في الفترة الماضية لأكثر من شهرين بتوقف كثير عن وسائل الإعلام، وحديثي يمكن كان معدوم الشهرين الماضية كله لعدد دراسة وعدد دراسة المرحلة، حتى التواصل مع الناس بشكل عام، التواصل الإعلامي، التواصل الاجتماعي من خلال وسائل الاتصال، من خلال تويتر، من خلال الفيسبوك، أو من خلال وسائل الصحافة اللي ما دائما ما ننساها سواء إلكترونية أو مكتوبة. النتيجة اللي طلعنا فيها إن في أشياء تحتاج إلى إعادة دراسة من عندنا شخصيا، وإن كان يجب في خطوات تكون من عندنا أكثر إيجابية، من على الأقل يكون فيها وضع أفضل ما كان عليه، ولكن أيضا في مجمل العام من وجهة نظرنا قد تكون فيها
بعض يمكن النظرة الإيجابية. كان الوضع 2008 ما في وضع دوري سعودي محترف نهائيا، أصبح في دوري محترف، ما كان في رعاة، أصبح في الحين فترة حالية في رعاة للأندية، في رعاة أتكلم للدوري، في نظام، في بدأ يتطور، في منتجات للأندية ما كان في منتجات، في طلبة سعوديين موجودين عندنا في السعودية متخرجين بالماجستير على حساب الرابطة في الفترة الماضية، نتكلم على الهيئة، في تنظيم إعلامي أنتم شاهدتوه السنة هذه ما كان متواجد، كان يعني نفس الوضع اللي أنا قاعد أشوفه الحين وأنا قاعد أتكلم، الميكروفونات أمامك الحين، لا في مركز إعلامي، في مؤتمر صحفي قبل المباراة، في مؤتمر صحفي بعد المباراة، في منطقة ميكزون، في فلاش انترفيو، في وسائل تطورت في الملعب. أيضا اللاعب السعودي لما الحين يشارك خارجيا شفتوه أنتم كيف يبدأ يتحدث مع وسائل الإعلام، بيتطور ويتعلم ويستفيد. ففي بعض الجوانب، في أيضا التفعيل في موضوع النواحي القانونية، في أيضا محامين في الأندية، وفي أيضا قضايا المداخيل كانت زي ما قلنا 2008 محدودة، الحين في ملايين دخلت على هذه الرابطة، حيصير إن شاء الله الدخل أفضل والوضع إن شاء الله أفضل فترة. طبعا هو زي ما سمو الأمير نواف أنه قبل نهاية الموسم حتعلن الهيكلة التنظيمية، لكن وزي ما ذكر أيضا سمو الأمير، التجربة اللي خضناها في الفترة الماضية في دوري المحترفين الحالي هو اللي بيعطينا السرعة في اتخاذ القرار في الآلية وفي الطريقة اللي ممكن يكون فيها أداء هذا العمل، نستفيد من تجاربنا الإيجابية ونترك أيضا جوانبنا السلبية. وحيطرح لجميع الأعضاء جميع ما هو موجود عندنا بكل شفافية، من عقود، من أرقام، من أموال، كل هذه الأمور، واللي يحب يحرص عليها الجمهور الرياضي أن أي أخطاء كانت الفترات الماضية هي قد تكون بسبة يقتها، وإن يكون صادقين، قد يكون اجتهاد خاطئ، قد تكون أيضا ما حلفنا الصواب فيها، قد يكون هذا ما كان نعتقد أنه صحيح. طيب قبل ما نروح للفاصل، في كثير ردود فعل على الحادث اللي ذكرها سيد مصلح المسلم في قبل حديث السيد محمد، وسنروح للفاصل على طريق زميلنا عبد الله المضيف في برنامج لقاء الجمعة، وانقلوا عن مصلح المسلم: لن أرشح نفسي للانتخابات القادمة وأنا خذلت من انتخبوني، من المسي على عبد الله المضيف. فاصل قصير بعده نعود. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا الأستاذ مصلح المسلم الذي لن يرشح نفسه للانتخابات القادمة. مسكت عليها هذه، بكمل لك هذه الحلقة. والأستاذ مساعد العبد اللي سأله السؤال اللي خلاه يقول أنه ما راح يرشح نفسه للانتخابات القادمة، من ضمن القرارات اللي تعني الجماهير واللي تحبها الجماهير، الناس تشوفها سطحية، ناس تشوفها قرار عميق، قرار مهم، قرار ما له معنى. في جمهور كثير يحب أهمهم موضوع مكبرات الصوت. التقرير التالي يتحدث عن مكبرات الصوت الذي يعود للمدرجات السعودية. بشرى لعشاق المدرج، وأخيرا جاء الفرج، قرار عودة مكبرات الصوت حضر من جديد، وبالتأكيد هذا القرار يمثل الشيء الكثير لمن يحضرون للمدرجات. لربما لا يعني هذا القرار للبعض أي شيء، لكنه يعني لمن يحضرون للمدرجات كل شيء. صدقوني لا يعرف مدى المتعة التي يشعر بها المشجع حين يستمع إلى تلك الأهازيج إلا من حضر للمدرجات وذاق طعم الانتصار على تلك النغمات التي تطرب لها المسامع. حتى المشجع الذي يتابع من خلف الشاشة يستمتع بما تقدمه روابط المشجعين من مختلف الأندية. بل إن الأمر يصل أحياناً إلى أنك تطرب لما تقدمه رابطة التشجيع للفريق الذي ينافس فريقك المفضل في نفس المباراة. القرار سمح للمكبرات أن تعود، لكن ليس كما كانت بالشكل السابق، بل أن تكون
من النوع الذي يعمل على البطارية ويسمح لمكبر واحد فقط بالدخول. كم اشتقنا لتلك الأهازيج، وكم يهزنا الشوق للاستماع إلى نغمات الجماهير التي أصبحت علامة فارقة على مستوى الجماهير العربية بشكل عام. عادت المكبرات، فعودا حميدا لأصواتكم يا قادة روابط المشجعين، وننتظر منكم أن تقدموا لنا أهازيج خاصة بهذه المناسبة. عدتم والعود أحمد. أسفر الخثعمي، كرة. أبو هادي، إيش موضوع البطارية وموضوع واحد وتعهد وعطنا تفاصيله. وين؟ موضوع المكبرات. بس في تعهدات يعني على الروابط. على الروابط يعني إنه يعني كيف استخدام. قال قبل شوي مسفر إنه من نوع اللي أبو بطارية. إيش الموضوع أبو بطارية؟ يعني ما له صوت مثلاً يعني. لا يكون بطارية، ما يكون على. إيش الفرق؟ والله ما أدري. طيب أي أحد الله يخليكم على تويتر يعطينا بس وش الفرق، لأن والله ماني عارف يعني. طيب شو يقولوا لي هنا الأسلاك؟ إيش فيها الأسلاك؟ تمديدات وهذا ربما. طيب جمعوا المعلومات مضبوطة عشان نعطيها المشاهدين، ما قطعها عليهم. وتعهدات كثير وفي لها ضوابط أبو ضفاف. شوف خلنا نتفق أولا أنه المنتج اللي هو لعبة كرة القدم، المسوق الأول لها هو الجمهور. تالي أنت عشان تجيب هذا الجمهور أو المسوق لازم يكون مرتاح. طالما فيه شريحة كبيرة ترغب بوجود مكبرات الصوت اللي ربما تثير الحماس لدى الجماهير اللي هم بالتالي يثيروا حماس اللاعبين، ليش لا؟ ربما أنا من وجهة نظر قد تكون السلبية الوحيدة، في ناس يشوفوا إزعاج، لكن ربما أنا لا، أنا أراها لو استصدر ألفاظ بتكون مكبرات الصوت الوسيلة لإيصال هالألفاظ البذيئة. لكن أعتقد نادر ما تصدر من الروابط الرسمية. أي بالضبط، بالعكس أنا أعتقد أنها خطوة. طالما أنها في شريحة من الجماهير ترغب بوجود هذه المكبرات، ليش لا؟ إحنا دائما نبحث عن نجاح اللعبة ونجاح تنظيم الدوري ونجاح الحضور الجماهيري. إذا كانت هذه الوسيلة من وسائل النجاح، ليش لا؟ علي محسن يقول عشان الصوت يكون أقل البطارية يعني. أي. أنا والله ماني فني مكبرات صوت. خلنا نشوف التقرير الثاني، تحدث عن وضع الفريق النجراني. كان معنا سيد مصلح المسلم في بداية الموسم وتحدث عن الفريق النجراني. اليوم بعد فترة من الزمن ناقش موضوع فريق نجران مع الأستاذ مصلح المسلم. نتابع تقرير في المنارة. مستويات فاقت المعطيات، عزيمة وإصرار جعلتهم مع الكبار. مارد الجنوب أذهل الجميع هذا الموسم بما يقدم مستويات جعلته يحتل المركز الثامن حتى الآن ب22 نقطة. من يصدق أن هذا الفريق عانى لاعبوه من عدم استلامهم لرواتبهم لأكثر من 4 أشهر في فترة من فترات هذا الموسم؟ نجران مضرب مثل للتفاني وعقد العزم، فالروح التي يمتلكها الفريق عوضت الاحتياجات المادية. الدعم الشرفي شبه معدوم، على عكس الدعم الجماهيري تماما الذي دائما ما يحضر في كل لقاءات الفريق هناك في نجران. حقيقة مارد الجنوب هذا الموسم قدم مستويات رائعة أجبرت الجميع هذا الموسم على احترامه ورفع القبة عليه ولحفظ الحقوق. لا يجب أن أغفل الدور الكبير الذي لعبه الفكر التدريبي المتمثل في المدير الفني للفريق السيد جوكو حجيفسكي، الذي استطاع أن يسخر قدرات لاعبي لخدمة الفريق بما يلزم. ضعف في الإمكانيات، شح في الموارد، ندرة في الدعم، ونجران ما زال يقف شامخا على الرغم من ذلك كله. نصر الخثعمي، كورة. طيب الشباب قبل شوي سألتهم وقت التقرير عن معلومة المكبرات البطارية والأسلاك، طلع الشباب ما عندهم معلومة بس يحللون من رأسهم.
بحثت لهم، لا ما نبغى تحرم معلومة. في ناس أرسلت لي كثير يقولون علشان يقول يترك البطارية تغني على الأسلاك التي تعرض الجمهور للخطر. هذا حسام القرشي. نايف محمد النافل يقول عشان ما يصرفون كهرباء. فهي أنا أقول يمكن توفير كهرباء لأن ملاعب الرئاسة ترى. ويقول على بطارية تركي عشان تخلص البطارية بسرعة ويورطون ما يبونها على الكهرباء عشان ما تستمر لنهاية المباراة. أنا والله ماني فاهم. وفي علي محسن يقول عشان الصوت يكون أقل. اللي عنده معلومة أكيد يعطينا إياها. الأستاذ مصطفى مسلم قال قبل شوي إنه ما راح يرشح نفسه للانتخابات القادمة. إبراهيم الربدي العضو المنتخب أيضا أعلن برسالة وصلتنا أنه ما راح يرشح نفسه للانتخابات القادمة. يبدو أن كل المنتخبين يعيشون نفس التجربة اللي أنت عشتها سام مصلح، ما يبغون، يرون أنهم كانوا هم مجرد ديكور، آسف على التعبير، بس أنه هذا الوصف اللي ممكن يوصف فيه أعضاء المنتخبين. والله شوف كل إنسان، يعني أنا أتكلمت عن نفسي، كل شخص يتكلم عن نفسه. أنا بالنسبة لي أنا يعني من خلال ما قدمت في عمل في 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 النادي أعتقد أنه أنا أثق في نفسي وما راح أقدم، ولكن يعني مع الأسف أنه ما دام أنك أنت ما راح تقدر تخدم فليه ترشح نفسك. هذا أنا وجهة نظري. أتمنى أنه يعني ما تأخذ مأخذ آخر، لا ما يعني نتيح الفرصة لناس آخرين ممكن يكون يستفاد منهم أكثر من الاستفادة اللي المرجوة منه. إيه بس أنتم ما طلبتوا للعمل فيما يخصك، أنتم تقولون أنا ما كان أحد يطلب مني شيء. أنا كنت بصراحة في الفنية وكنت عملنا بالفنية مع محمد النويصر، بعد كذا يعني الاستراتيجية بكل أمانة حتى الاجتماعنا ما طيب. ما حضرت. كثير من الرسائل تجينا على تويتر تقول إنه عشان نواحي عشان نواحي عشان نواحي سلامة يعني سلامة طلبة البطارية. الوضع النجراني عندنا دقيقتين نبغى نتكلم فيهم عن النجران. والله شوف نجران الحقيقة أنه الموسم هذا قدم أفضل المستويات بكل صراحة مع أفضل المحترفين الموجودين، بالذات جهاد وفريد شكلام، أيضا الحين فيه رضا بالحاج أبو ركبة. أعتقد أنهم بصراحة مع اللاعبين المحليين مدرب رائع أيضا قدموا مستويات جيدة، برغم يعني إنه الآن 5 رواتب ما يعني استلموها، في بعض اللاعبين ما استلموا للآن مقدمات عقودهم بكل صراحة. نقول لهم ألف شكر بصراحة. نتمنى من أمير مشعل بن عبد الله إن شاء الله إنه الرجل الذي واقف مع النادي بكل أمانة أيضا أعضاء الشرف الوقوف الفترة القادمة لأنها فترة مهمة وحرجة. أنا راهنت بداية الموسم على نجران وممكن في أحد كانوا متخوفين من الإدارة، متخوفين من أنه بيهبط وحكموا عليه معظم الناس أنه راح يهبط، بالعكس قدم الموسم هذا والحمد، وإن شاء الله نطمح إلى كأس الملك بإذن الله. لأن بصراحة نجران الموسم اللي مضى أنا ما زلت حزين يعني بصراحة، ظلم يعني بكل أمانة، ظلم في قضايا كثير. الموسم هذا ردينا على الجميع بصراحة داخل الميدان أنه يعني دائما الفريق الطموح والفريق اللي عنده الإرادة دائما ما هي بالمال يحقق الشيء هذا أو أنه مثلا السلطة أو القوة أو النفوذ، لا هي العزيمة والإصرار هي من تصنع الرجال بكل صراحة. تحطيت دقيقة واحدة تفضل. تحطيت دقيقتين. شوف أول طبعا أنا أعتبر الأستاذ مصلح هو الرئيس الذهبي لنادي النجران لأنه شهادة أعتز فيها، لأنه ساهم في صعود هذا الفريق وثبت في الدوري المحترفين بأقل إمكانات. هذه الجزئية يجب أن تقال بحق هذا الرجل اللي جالس أمامنا. لكن أنا أوجه السؤال أيضا للأستاذ مصلح باعتبار أنه قريب من بيت النجران، أنه وقال أنه 5 أشهر لم تدفع الرواتب وبعض مقدمات العقود لم تدفع. طيب كيف نفسر إقامة معسكر في تركيا للنادي في ظل وجود أزمات مالية على النادي؟ الحقيقة التطرق للموضوع هذا كنت أتمنى التطرق له أنا على أساس أني أبري ساحة الإدارة بكل أمان. يعني المدرب قبل مباراة الاتفاق في دور 8 في كأس ولي العهد يعني كان في هناك يعني جلسة مع بعض أعضاء الشرف حول أمور النادي كاملة، وكان من ضمنها موضوع المعسكر. طبعا تبرع به شخصين اللي هو حمد القريعة و
هذيل الشرمه اللي مسؤول الاستثمار يعني حسبوا الحسبه كلها كم بكلف المعسكر. المدرب كان مصر اصرار يعني بصراحه غريب على على المعسكر هذا. انا اعطيت وجهه نظري بصراحه الاداره انه يعني تاخذوا المبلغ هذا وتوفرون عليه مبلغ وتعطونه راتب افضل لكم اللاعبين، بس كان اصرار من المدرب على الشيء هذا. طبعا اللي انا سمعته بصراحه انه من تحمل مع الأسف تكاليف المعسكر هو هذيل الشرمة وأخوهم حميد، أما العضو الآخر اللي حمد القريعة فلم يرد على اتصالاتهم، هذا حسب ما وصلني. وهذه إشكالية بكل صراحة، يعني وضع النادي في إحراج عند وصوله إلى تركيا. يعني بكل أمانة الالتزام بالشيء هذا مفروض أنه يكون موجود. هذه قصة المعسكر، يعني حتى الإدارة أنا أقول لك الإدارة يعني غير مقتنعة بعملية المعسكر، ولكن كان إصرار من المدرب بشكل حتى أنا أني تدخلت في الموضوع أن المدرب كان مصر إصرار على المعسكر. فاصل قصير بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي. اعتذر على الشاشة تباعا مصلحة المسلم العضو الذي لن يرشح نفسه للانتخابات القادمة، بالإضافة للأستاذ إبراهيم بن ربدي الذي أعلن أنه لن يرشح نفسه للانتخابات القادمة، ومساعد عبد المضيف على الحلقة فقرتنا اليومية بين قوسين أتابع. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب عوض رجعان بصحيفة الرياضية، والتي حملت عنوان لجنة كارو، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارات التالية: يعلم الله أنني أكتب بمقارنة بسيطة وبأمانة، ولا أزكي نفسي بين واقع لجان اتحادنا المحلي وبين واقع أي لجان في الاتحادات العالمية أو المعروفة، من حيث الاختيار والفاعلية ومن ثم الإنتاج. ومن لا يصدق ما عليه إلا مراجعة تلك الاتحادات وواقع اللجان لدينا من حيث الأسماء. ولن أكتب عن أي لجنة، وإنما عن أهم لجنة في اتحادنا المحلي، وهي اللجنة الفنية الخاصة بالمنتخبات، والتي ظهرت مؤخرا، والتي تتكون من المدرب لوبيز كارو رئيسا، والمدرب الوطني عبد اللطيف الحسيني عضوا، والإسباني ريكاردو رودريغوز عضوا، ومقرر اللجنة عبد الله المصيليخ. وما حملني لمراجعة جميع لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعض الاتحادات العالمية، إذ فوجئت باسم لاعب واحد من بين هذه اللجان كلاعب سابق له وضع تنفيذي، وهو الكابتن فهد المصيبيح والأخ أحمد عيد كنائب لرئيس لجنة الاحتراف. أما البقية فهم يحملون مناصب شرفية في بقية اللجان غير الفاعلة، فهل يعقل بالله عليكم؟ وأضاف الكاتب: والغريب أن ثمة تناقض غريب، فلجنة الإعلام والإحصاء أعضاؤها صحفيون، واللجنة القانونية محامون، والحكام والطب الرياضي كذلك من نفس التخصص، بينما لجنة ألعاب كرة القدم واللجنة الفنية الخاصة بالمنتخبات ليس بها أي لاعب سابق. ولقد استنتجت من هذا الاختيار الغريب المبعد لنجوم الكرة السعودية السابقون، إما أن يكون لاعبون السابقون صنعوا تاريخ الكرة السعودية صدفة وليس لديهم فكر أو مهارة، وإما يكون الموجودين في لجنتي ألعاب كرة القدم والفنية الحاليين فكرهم الخارق للغاية، وإما أن نكون نحن نعيش بعيدا عن العالم وفي كوكب آخر. وللمعلومية فإن الاتحاد الإسباني من يرأس لجنة كرة القدم فيه اللاعب فرناندو هيرو، بينما الاتحاد الألماني يرأس لجنة كرة القدم به كارل هانز رومينغا الهداف السابق. والسؤال الأخير: هل يعرف السيد كارو اللاعب السعودي من حيث الفكر والمهارة والبنية الجسمانية ونوعية المجتمع واختلافه ما بين الغربية والشرقية والوسطى إلى آخره؟ تلك المعلومات التي تكون شخصية هذا اللاعب الشاب في مثل هذه المراحل. وهل وجود لاعبين مثل الهريفي وماجد ومحيسن وعبد الجواد والتمياط وخالد مسعد والدعيع والجابر والنعيمة وفؤاد أنور والخليوي ضمن هذين اللجنتين يحتاج إلى شهادة من أكاديمية كامبريدج؟ ربما. نشوف عنوين صحافة الصباح.
في صحيفة اليوم العمانيون يعترضون على توقيت مباراة السعودية واستراليا. في الحياة محمد النويصل يعترف بالأخطاء ويعد بكشف الأرقام. في الاقتصاد الرؤساء قرار تقليص الأجانب مضر بالأندية. في النادي حكم قضائي بتعزير شخصية رياضية بتهمة الكذب والتزوير. وذيب الدحيم النصراويون يبكون ندما على رحيل الحارثي. في المدينة الأخضر يلغي ودية الفرغواي ويواجه نيوزيلندا غدا للمرة الثانية. أترقب وصول القحطان اليوم. في عكاظ معسكر أوروبي يرسم خارطة الاتحاد. هذه عناوين صحافة الصباح. خلينا نشوف ضيوف حلقة الغد. عبد الله اليوسف مدير مكتب الإقليم لصحيفة عكاظ بالقصيم، وعبد الرحمن الخنين المحلل والناقد الرياضي. أبو هادي شكرا جزيلا لك. شكرا أبو ضيفاب، شكرا جزيلا لك. ما قلت اللي ما راح أشحن نفسي الحين بقول لك. شكرا لك نسيت ذكرت أبو ضيفاب. شكرا جزيلا. شكرا. موعدنا غدا إن شاء الله 11:30، أذكركم عشان أبو ضيفاب ما يزعل، الأستاذ مصلح المسلم والأستاذ إبراهيم ردي أعلنا عدم ترشيح نفسهما للانتخابات القادمة لاتحاد القدم إذا استمرت الأمور بنفس المعايير الحالية. المنتخبون لا يكلفون بأعمال تستحق. موعدنا غدا 11:30. بأمان الله نودعكم بكليب الخاص بالمنتخب الإماراتي. ألف مبروك مرة أخرى لكل الإماراتيين والخليجيين والعرب. في أمان الله. شكرا شكرا شكرا. Yeah, I'm the one.